الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، والحمد لله الذي أوتينا من العدم وخلقنا لعبادته. إياك نعبد وإياك نستعين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شهدنا بأن لا معبود بحق إلا أنت، وأن محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم دعا إلى صراط المستقيم وهدى إلى صراط المستقيم. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرهم عنها. صلوات ربي وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا على أمة المسلمين أكثر السوشيال ميديا بركم لسافيا أنا صبر وتا نترى مكوانكما نترى ما شاء الله تبارك الله يسونا رمضان وتا البركة فيه وتا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر. إما يوم نشرب وانا نترى وتابع البركة. البركة انت كهل سامداتي شركم الله يكوري منا جماعة ينزو بابا تنصور وقالك إن رمضان يزوبه الله يسوي يتمغى كيما رجي سورم بقوي أكو مقام رمضان وإن قوانك ترى جماعة أبين ديو قدانا تكي الله كوي يسني نرايك بنغير ممتاني بنغرم الجنو بنغرم دبوبي باب مخلوق الناس حتى ما كورونا دع الله جرب تمدش الدنيا رأي كل سكوة على كويسة الناس باب الناس الدنيا تمنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإنتنا كتاب حفيظ أبين كسا ترقي لغريم نفت رأيك نانيك هموني أفد كفوني دي سورانسو دكا أنا سكين ما تنقص الأرض منهم كسا ترجع للغريم التي وعندنا كتاب حفيظ من هذا اللي تعرف لكي استوى نرقو دكا لكي كي أيوة ونكم التي لا يذل ربي ولا ينسى وبنجي مبي أبين بي بجي نشكوا بي منتوى ilmi wannan in da rab ina wurin Allah kuma wa'anda muka saurara Allah ya san da mu kowa namiji ko mace yaro ko babba kawuri ko musulmi muna wuce ko mu'mini nisa da kusa shike bayanwa kuma mu ma masu tafiya ne saboda an zo aka wuce mu ma muka zo kamata ya wuce wannan sunnatullah لا تبديل لا تجد السنة فلن تجد السنة لا تبديل ون ون أيك لنا الله هنيا لنا الله دوكان لنا الله بيساكيوا سوى كي كايكو كاريسكي يبالا كسورة ونك موبوني مكرسة كيش أفتارة كيش واواني كمين دمكي أكا كاسا ودشاتي وكا واواني أكا كاسا النبي حقا كتنيش ويواواني بيدا هنكني ميواكاني ميسيريني دي مغاقنو لداما نسو كاسا تو الله سبحانه وتعالى يسي مغا كي واواني كي واواني أما بايا كاسا كواني غاقر الرنسان كيكينا القادر على كل شيء دعاك جماعة نجسو رسو بمجي سبحانه وتعالى نيدي كي ميتنبيكم kwana takwas da ya wuce muna shiga na tara me muka yi a cikin wannan wata ayan da mun yi shi da kyau to mun yi da kyau alhamdulillah in ba mun yi da kyau har wa akwai dama mu gyara Allah ya ji tausayin mu Allah ya yafe mana
ناجي يومي يرى دا قوانا نبيو 2020 هجرة نفسه الله وسلم دبو دا دارو هدو دا 40 دا 14 41 يو أصبر الله يمنك تري إسلام داج جماعة قراتون الشيني حديثي دا نفسه الله وسلم يكرت دمو قمنا درجة القرآن دا أزل داما إتا القرآن دا أزل دا سلة wasu ayyuka ne wanda yake yana da wuya ka bambanta tsakaninsu da alkur'ani da azumi tare da sallah yana da wuya ka bambanta tsakaninsu ba yi wani a bar wani sauki-sauki ma azumi amma muka shiga watanta a ba ka iya ka raba su in ka raba su har wa musulunci ka da saura Allah ya umurce mu da mu yi karatun Alkur'ani cikin sallah. Fakra umma ta yasara min Alkur'ani. A karanta abin da ya sauwaka daga Alkur'ani, annabi ya ce, "La salata liman lam yaqra bi fatiha daga kitab." Wanda zai yi sallah bai karanta fatiha ba, bai da sallah. Kur'ani kenan. Kur'ani. A don haka, Kur'ani da azumi da sallah baban mantansu to za mu karanta darajar alkur'ani da azumi a cikin wannan wata da wasu watanni hasutun wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asiyamu alkur'an yashfa'ani lil'abdi yawm alqiyama yaqul siyamu أي رب مناط الصيام طعام والشهوات بالنهار فشفيني فيه ويقول القرآن مناطه النوم بالليل فشفيني فيه قال فيشفعان رواه أحمد وصحاح الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذا رمضان يكل wanda zai yi azumi mai kyau ya kiyaye dokokin yin azumi ya karanta alkur'ani ya yi aiki da shi bayan ramadan ya karanta alkur'ani ya yi aiki da shi abinda ya koya daga cikin ramadan ya implement cikin rayuwarshi su kuma Qur'ani zai maka shaida mai kyau azumi kuma zai maka shaida mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kiyama ya tsaya azumi dai zo gaban Allah ya ce ya Allah bawanka ga na mishi shaida na hana shi abinci da shawo da safi da shahawa safi duka ya guje su saboda ni yaga yana tare da azumi ga matan shi an yi ruwa wuri sanyi saboda ita ta kwanta kan gado shi ya ja kwanta cikin kujera don kuli kan shi kamar gauro ya Allah na shida ya bi dokokin da ake nema mai azumi ya bi bai saurar da ruwan filafilai ba ya yi azumin kuma da zuciya mai kyau ya Allah ya yi su kwanaki 30 ya yi kuma na nafilfili bayan ramadan na shaida mishi duka tsawon shekarun shi don haka ya Allah ina neman taimako daga gare ka kamar yadda na yi shaida kuma ka san ba ƙarya ba ne ya Allah ka taimake ni ka ba ni iko in cece shi ya shiga aljanna sai alkur'ani kuma ta tashi sai ta ce ya Allah da dare ya yi na hana shi kwana yana sallah da ni yana karanta ni yana aiki da ni bai sa wasa ba ubangijin Allah ya kiyaye ni nema ya Allah ka bani iko in cece shi
النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا خيركم من تعلم القرآن وعلمه في ينكو وان يكويا القرآن كمين يكويا ما يكويا شيء أي كده يكويا ممتاني مزاد ماتا يارا دمانيا يبود زوجيا يسمو جعل الله أما يوم جماعة كم من سندر جعل القرآن ما تبو جابين لأنه يفد فيهم وان يكويا القرآن يكرنتر دو ما مسلمين درجة عن القرآن بام يمفردك ومسلمك أما من سملوكتي مهم قدرك إن شاء الله دعاك جماعة عظم يدمك النبي يتي قرآن كما زيني متي مكوري الله الله يباشي إيكو يتيتيك كو يتيتيني كو يتيتيك النبي يتي الله يا باس الله يا باس دو ما كو يروا لي كيس ولا را على لسافنا دو مو دو كافي في سوره ميتي 40 دبي كيجي لك جي ما كان القران دا عظمي سوكا جي سوكا يما الله كاي دا كيكي زوني كاي دا كيكي زوني وني يزو يتي ماكا ya baka aljanna ala hali bi shida abin da kake yi ba kuma bai nuna maka abin da ya kamata kai ba bai san me kake ciki ba sannan baka iya ba karatun qur'ani baka iya ba shigan turu baki bari ba shigan boko baki bari ba amma wayan baki aljanna baki ga kaman an rena hankalinki ba baka ga kaman an rena hankalinka ba babu rena hankali da yafi duba hadisi ga saurari hadisi ka karanta mu almajirai ne yara doki hadisi ka zai kwarar babban malami mai gaskiya mai tsoron Allah ya maka bayani ka ji abin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam su wadanga alqur'ani da azumi su yi maka shaida ne ka bar abin da ka ci bar kana yi abin da ya kamata ka bar gaba cikin boka ana neman ci bakin ciki hasada munafinci zalunci ka bar cin amana kun ga duka an bar su an kama Allah da gaskiya shine Allah ce ga abin da su maka gobe kiyama sa jama'a mun tashi mu yi saboda Allah mu yi saboda Allah in ba mu yi mu bari amma ka sa aljanna kake nema من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جاء النبي الله سبحانه وتعالى دوكا وندا كي كودايي كو ينا كونا هدوا دو اوبن جنسا تو يا ايكا تا ايكي نغري يا ايكا تا ايكي نغري كدي تاريا دا الله يسامونا كيرا جونا منا تكي موتر مدان جماعه رمضان makaranta ne ku bari mu daure darsi mu yi aiki kada mu ruba baya kake yadda kaka yadda sai dai ya rude ka mana abin da ya mini wallahi ne bayan ya fi in ka ce mini ya fi wallahi mala kamar ka sa buka cikin zuciya na ne kana soki na kamar ka sa tunko cikin ido na subhanallah sai dai ne wallahi na ganta raina na bata wani ba zo ganta ko kiyama ma kar mu gamu jama'a kiyama ba independence square bane kiyama ba international stadium bane ba ki da iko kan ki bille ki iko wurin ki ce ka ku gamu fadin haka jama'a ba musulunci bane ku bar mu yafi mu juna mu so juna mu yi hankuri mu yi hankuri mu bar gaba nusaya da Allah ta kiran Allah ubangiji na jin kukan mu fa jama'a ubangiji subhanahu wataala yana jin kukan mu da zunnan na yi wani karatu wurin wani dan uwana tare mu duka muka tashi kuma amini na ne bayan ku Allah kwana ke riba
wai ya tashi yana kasan turai wai ya tashi ne na tashi na kai mishi gaisuwa ya gama shi kuma ke fadi wai da ya tashi yana addu'a wani abu ya zo mishi ya imani kamar Allah na jin kukan kuma ya karba shaidan da duk da girman kanshi ya roki Allah Allah ja kwanakin shi Allah ce na baka yau ga annabawa duka sun mutu amma addu'ar da shaidan ya yana nan yana aiki shi mun da yake bautan Allah ya ma Allah girman kai gare ina ga mu da bamu yi ba gashi muna cikin bautan Allah Allah na jin kukan mu duka mu magana shi na babban tauhidi ne Allah ya saka da alkhairi don haka jama'a mu kama Allah da gaskiya mu yafi ba komai ba ne Allah ya yafi muna wa mu rufa asiri saboda Allah ya rufa mu asiri mu taimaka saboda Allah ya taimake mu akan haka muna kiran jama'a wannan wata kada mu duba halin da muke ciki in kana da shi kokari ka taimaka domin yin alkhairi cikin wannan wata ladan shi daban ne da sauran watanni alkhairi wurin sallah karatun alqur'ani sada zumunci kyauta yin kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna wanda ka ciyar da mai azumi yana da lada miliyon kai ma an baka lada miliyon ba da an rage nashi ba kuma kai ma azuminka kana da lada miliyon don haka wannan social distance da aka kawo gaskiya mutane na kuka cikin zukatansu ba su samu hanya su yi ruwa su kai masallaci su yi abin buɗe baki su kai masallaci amma kada ka yanke kanka kwata da hankalinka malamin anguwanka limamin anguwanka da da za su ba ku sallah su ba ku tafsiri an san gidajen su a bi su da shi wallahi Allah zai biya bukata masu yi Allah kafin da sani su Allah ka saka musu da alkhairi ko ina suke Allah muna tawassuli da ibada da muke cikin mu ga wata da wannan dare da bayan ka aka saya ka kira ka Allah ka yafe mana laifuffuka ka gafarta mana wannan cuta bala'i na corona Allah ka koro shi samsam Allah ka kore muna corona Allah ka kore muna corona Allah ka gafarta muna ka rufa muna asiri ka ciyar da mu a sauke waɗanda corona ya shafa aka koma layira na musulmi Allah ka sa yin aljanna ne waɗanda kuma ba mutu ba Allah ka warkar da mu wanda bai taba ba Allah ka sa karya ta ba yan uwa da ke kasan waje waɗanda mutum takardai karfi Allah ka kawo musu sauki waɗanda ke kan Allah ka ba da sa'a na fita ka yassare mu da su duka baki daya Allah ka biya bukatun mu masu neman ilimi Allah ka ba mu ilimi da kudi mai yawa mai albarka Allah ka yi mana budi mai albarka masu neman aure Allah bangaren maza ka hada mu da mata na gari yanda ya dai Allah ka bada ikon kare yan bibiyu Allah ka bada ikon kare yan uku ka Allah ka bada ikon kare yan huɗu da Allah ka ba mu ikon full stop mata kuma Allah ka hada su da maza na gari Allah ka muzalle da samun aure mai albarka haifuwa kuma mai albarka masu juna biyu Allah ka ba su lafiya ka soke su lafiya wanda aka haure shekara daya shekara biyu da sauransu duka ba samu haifuwa ba Allah mun san baka manta da mu ba kuma baka manta da mu ba kuma ba mu yanke kauna ba muna cikin kiran ka Allah ka mura bayan haifuwa mai albarka ya'ya da ke gaban kowa Allah ka sa albarka ka daidaita mu ka shiryar da mu ka rufa mu asiri wanda aka bar gida an bace ne ba bace ba ba sai inda ake ba Allah mun roke ka dukansu Allah ka sa samu labarinsu wanda suka karkata Allah ka daidaita mu ka shirya da mu da su duka abinda ba mu iya wa Allah ka iya mana wanda za mu iya Allah ka iya ka kare iya mana Allah mun roke ka Allah mun roke ka muna kiran ka a wannan dare mai albarka abinda ya kamace mu roke ka na alkhairin duniya da lahira muka manta Allah ka tabbatar mana شر الدنيا دلائر كما ألاك تبتر منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم